شاركت الدكتورة سحر ناصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مؤتمر الجمعية المصرية للاستثمار الخاص برأس مال المخاطر بحضور السيد محمد فريد رئيس البورصة المصرية والسيد عبدالله الإبياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار وعدد من كبار المستثمرين المصريين. النهاردة احنا الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ده أول منتدى نعمله بيتكلم على رأس مال المخاطر، الفرص والتحديات. رأس مال المخاطر مهم جدا للنمو لأن هو بيعمل على إيجاد آليات جديدة لخدمة المستهلك وخدمة السوق. هو حياتك في أي استثمار بيتعمل عامة في دورات بتتعمل، فدورة الدورة الأولى للمشروع اللي هو زي الفكرة ده بيبقى له نوع معين من المستثمرين، احنا بنسميهم المستثمر الملاك لأنه هو ملاك فعلا مستعد أنه يدي الفلوس وممكن يخسر الفلوس ديت. لو الفكرة نجحت خلاص ونزلت سوق وبقى في منتج بينتقل إلى دورة أخرى من المستثمرين أو نوع آخر أو تصنيف آخر من المستثمرين اللي هو بيسموه مستثمر رأس المال المخاطر. ده مستعد إن هو يخاطر بالرأس المال بتاعه في فكرة تم تنفيذها بس بقى ما كبرتش لسه، فهو بيخش عشان يكبرها. وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال كلمته إن إدارة البورصة تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل بما يسهم في تحقيق مستهدفات ذلك السوق، موضحا أن تحقيق النمو الاقتصادي على نحو مستدام يتطلب تنويع مصادر التمويل وزيادة الاعتماد على أسواق المال لتوفير التمويل اللازم للشركات الراغبة في النمو. الجهات الحكومية هنا تقريبا ملهاش دور قوي، هو الفكرة انه الفينشر كابيتال او رأس المال المخاطر صناعة بقى لها 25 سنة في العالم كله ولم تتطور في مصر بالقدر الكافي، فاحنا هدفنا النهاردة ان احنا ويمكن ده اول مؤتمر عن الفينشر كابيتال يتعمل او رأس المال المخاطر، هدفنا ان الناس تبقى في اويرنس او وعي باهميه راس المال المخاطر، وهو باختصار شديد عكس ما الناس كلها فاكره ان هو اعاده هيكله لشركات متعثره والكلام ده كله، ده كلام كله غلط. راس المال المخاطر هو تبني للافكار الجديده والمشروعات اللي لسه ما دخلتش المرحله التجاريه وبيمولوها المؤسسات اللي يعني مهتمه بهذا النوع من النشاط علشان طبعا بعد كده بتاخدها وتطلع بيها المرحلة التجارية وبتبقى العوائد بتاعتها عالية قوي. احنا يعني جزء كبير جدا من الاقتصاد المصري اقتصاد SME صغير، والجزء ده واحنا جزء كبير من الشعب المصري او من التشكيل الديموغرافي لمصر هم الشباب، و تحدي كبير جدا هو فرص العمل. فلما أنا أشجع أفكار الشباب أو أشجع شركات النشأة للشباب بدعمها بالعلم والمنهجية الموجه، الفينشر كابيتال أو الاستثمار المخاطر زي ما حضرتك بتقول، الاستثمار ده بيبقى موجه في تخصصات معينة في أوقات معينة طبقا لاتجاهات الاقتصاد العالمي ماشية ازاي. وتشهد مصر حاليا تسارع في وتيرة اعتماد الشباب على ريادة الأعمال وتحمل المخاطرة ببدء نشاط جديد، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الدعم والمساندة لهم لتمكينهم من النمو والانطلاق. في مثل شعبي شهير بيقول اللي ملوش قلب ملوش رزق، ده باختصار فكرة رأس المال المخاطر موضوع مؤتمر النهاردة اللي حضره عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات مجموعة من الشركات اللي بتشتغل في السوق المصري وعدد من المسؤولين التنفيذيين زي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس البورصة المصرية ومعهم مجموعة من أعضاء مجلس النواب علشان كل جهة تشوف اللي شايفاه الجهة التانية، والهدف الأساسي والكبير هو دعم الاقتصاد المصري. فريد إدوار، CTV.